الصحفيين يعني يطلبوا ايه او يستنوا ينتظروا ايه؟ يطلبوا بقى يشربوا حاجه، ما حدش يطلب حاجه اكتر من كده صدقني. والله ليه اقول لك ليه؟ لانه وانت مغمض معلوم انه لما يتواجد في مكانه هيكون في خدمته ناس، عقب المباراه سيكون ما اسهل الطريق بمنظمين زي كل الدنيا يذهب معك حيث المؤتمر الصحفي. فما اعتقدش ان النسخه دي سايبه شيء لانك تقول طب النهارده بقى يا ترى نقول لهم بقى معلش اصل ما كانش فيه اقلام مثلا يعني. لن يكون هناك اي ما يمكن ان يكون ناقص غير ان هم مش عارفين كل اللي يجي يحب يشرب ايه. تمام. من وجهه نظري يعني انا اعتقد كمان ان وي ساهمت بشكل كبير جدا في كل ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات، مؤكد، عشان تسهل من عمل مش بس الاعلاميين والصحفيين لكن حتى الجمهور النهارده بقى يعني 24/7 كونكتد زي ما بيقولوا، متصل بالانترنت. صحيح. وبالتطبيقات معنا على الهواء احمد كابتن الخطيب والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه نزلوا ارض الملعب. طبعا احنا بنوعد حضراتكم النهارده سهره فيها تفاصيل وفيها مفاجآت، وبعد الافتتاح في مباراه هي الاولى على ملعب الاهلي وي، على استاد الاهلي وي، هتضم عدد كبير جدا من نجوم او قدامى نجوم النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، ونجوم اخرين صحيح. طبعا لقطه تذكاريه مع دكتور اشرف صبحي وكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي مع نسر الاهلي، نسر الافتتاح، نسر الاهلي، نسر الاهلي. يعني اللقطه برضو فيها تعبير مهم قوي، هي توقيع الدولة طبعا من زمن يعني. أيوة. زي ما قلنا في عنواننا مصر الجديدة، لكن الحقيقة الليلة هو توقيع مجدد على هذا الاستثمار الرياضي. صحيح. وجود ممثل والدولة دعمت ده بشكل كبير في تجربة صبحي. الأهلي طبعا دكتور طبعًا. أشرف صبحي والوزير العصار الله يرحمه الحقيقة كان صاحب طبعًا. كان ليه دور كبير جدا في وصولنا النهاردة للمشهد ده. شيء مبهر يا جماعه، وشيء يشعرك يعني ان البلد دي غير بصراحه، وطبعا ككره قدم والاهلي غير، وبالشراكه دي زي ما حضراتكم قلت والله وباكد تاني وي واستادات والنادي الاهلي، لا احنا مهيئين بقى مش معرضين، مهيئين لطفره كبيره قوي، واعتقد ان شراكات كثيره جدا هتكون مماثله مع كيانات شعبيه اخرى يعني، يعني دي البشاره يعني. وده اللي نتمناه ان شاء الله. مع تطوير المنظومه الرياضيه دي يا كابتن عصام، يعني ايه ناقصنا علشان نبقى يعني في عمليه التطوير دي، ايه ناقصنا اكتر؟ ناقصنا بقى زي ما قلت لحضرتك اداره المحتوى، قانون رياضه واضح المعالم، ها لا يمشي الهويده، وبالتالي فصل كل الاشياء عن بعضها. من ليس لديه ادوات التسويق، يعني ايه فرق بتلعب ما لهاش جمهور؟ طب هيبيع ايه؟ احنا مستمرين معاك طبعا استاذ عصام على مدار اليوم، وهنروح مع حضراتكم نتابع حفل افتتاح استاد الاهلي وين.